صباح الخير أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا شرحنا لهذا اليوم وهذا الشكل أصدقائي مثل ما تشوفون، هذا اللي حيكون الدرس الرابع، وراح نبدأ إن شاء الله على بركة الله. ناخذ الأمر rectangle، بعد نعطيه الإحداث يا صفر صفر، حب نشوف عندها، بعدها نعطيه 19.75 فارزة 16. بعدها 16 انتر، هذا هو الشكل، بس يراد له تدوير. بعدها ناخذ الامر روتيت، أصدقائي أغلبكم تواجه هاي المشكلة، الأمر إنه كي نظهر جميع الرسومات نضغط على حرف زد، بعدها إنتر، بعدها ندوس حرف الكبس اللي هو الزر اللي فوق الشيفت، بعدها نضغط أي، راح يظهر لنا جميع الرسومات. هسه أقدر أركبها وأصغر براحتي. هذا هو تعدل الرسم. بعدها اصدقائي ناخذ الامر اوفست، وحيكون الاوفست عندنا 0.25، الاوفست حيكون للداخل اكيد. بعد ما اخذنا الاوفست، اذا تحبون تسوون اكسبلود او بدون اكسبلود، يعني شو ما تحبون هو يكون ناجح عندنا الشغل، لكن افضل انه تسوي اكسبلود افضل الك. ناخذ اكسبلود، نضغط انتر، راح يتفجر كل وحدة على حدة مثل ما تشوفون. بعد اصدقائي ناخذ الامر لاين، ان هذا الرسم الداخلي الى ننطي 6 متر، بعدها ننزل للاخير نطي انتر. بعد ما خلصنا ناخذ الامر اوفست، امينا 0.25، بعدها للداخل للخارج حيكون الاوفست، بعدها اوفست اخر 3 متر، ايضا من هذا اللي اخر شيء، بعدها اوفست 0.25 اخر، اوفست 0.25، الان خلصنا الاوفست هذا. بعد راح ناخذ اوفست اخر اللي هو اوفست حيكون ب 10 متر، هناخذ من هاي الجهة اللي فوق، بعدها اوفست 0.25، هسه الان خلصنا طبعا اصدقائي هذا الشكل المطلوب من عندنا. بعدها المطلوب هسه حاليا انه نفتح ابواب. شلون راح نفتح ابواب؟ طبعا اصدقائي اكو طرق عديدة فتح الابواب، انه تبلش تحذف شوي شوي، او تقدر من خلال الاوفست وتباشر تقص، وتستطيع طبعا اكيد بالمهارة انه راح تعرفون هذا الشيء كلش سهل. ناخذ اوفست بمسافة 0.25، حيكون منه لفوق، بعدها اوفست اخر حيكون مسافة 1 متر، نجعل هذا ايضا اوفست مسافة 0.25،
بعدها اوفست مسافة 1 متر على هذا ايضا اوفست مسافة 425 واوفست اخر مسافة 1 متر. الآن خلصنا من هذا، بعدها بناخذ امر تريم للتقطيع تي ار انتر، بعدها يقول سيلكت اوبجكت اور سيلكت اول، انا اكيد انه راح اسوي تقطيع للكل فانطي انتر لسيلكت اول، بعدها ابدا اقطع مثل ما تشوفون اصدقائي. هاي هي الابواب، راح اسوي واحده مقابله الاخرى يعني بس على مود طبعا انا ما اعتقد هو هنا، لا ماكو باب. هذا هو ايضا هنايا، انا ما اعتقد حيكون عندنا باب هنا، هنا ايضا اسوي باب، هنا ايضا خلي باب يعني على حسب اللي ترغبه، مو شرط انه نبقى شلبين بالاختبار اللي سويناه. بعدها اصدقائي هذا، بعدها منه بعد اصدقائي فتحنا ايضا بوب 2 بعد اصدقائي. هسه الان عندنا باب خارجية حتكون هنا، شلون راح افتح باب؟ طبعا اخذ امر لاين، بعدها اجي بين هاي هنا عندنا نقطة بدا الاند بوينت وهنا الميد بوينت، اخذ الميد بوينت على يد اليمين انطيه مسافة 1 متر وانتر، بعدها انزل اللي جوا، بعدها اخذ لاين اخر انه حيكون ايضا من الميد بوينت ومسافة 1 متر ايضا تحت تمام. بعدها ناخذ الامر تريم هذا لانه احنا رسمناه بالايد فما حيكون امر ديليت اكيد. ثم شوفوا اصدقائي هذه هي البوب، نقدر اما نركب باب من خلال سيركل، بس حاشوفكم انه نقدر 1 متر، بعدها ناخذ لاين حيكون من المنتصف الى الكوادرانت انتر، ولاين اخر من المنتصف الى الكوادرانت. مثل ما تشوفون اصدقائي بعد ناخذ الامر تريم سلكت اول، هذا هي الباب، ناخذ الامر كوبي اللي هي هنا، مثل ما تشوفون اصدقائي نعطي امر ديليت هذا هنا، وهاي هي الباب، وايضا بقية الابواب ايضا نقدر نركبها بهذا الطريق، مجرد او اذا نحتاج الامر انه نقلب. ولا ننسى ايضا الشبابيك، ناخذ الامر لاين من هاي النقطة، بعدها نمطي مسافة مثلا ناخذ اوفست بمسافة خلينا نقول نبعد 1 متر تحت، بعدها اوفست بمترين بعدها اوفست اخر بخلي متر يعني بين كل شباك وشباك، واوفست اخر بمترين. لا العفو ما صار، نخرج اوفست 2 متر. ثم شوف اصدقائي خلصت. هسه الان ناخذ الامر تريم نقطع هذا الزيادة، هذا ما احتاج احذفه،
لا ناخذ الامر لاين، نبدا من الميد بوينت نصعد الى الميد بوينت الاخرى. هذا هو شكل. بعدها اخذ الامر تريم اقطع المنتصف، هذا هو شكل اصدقائي. ونقدر بقية الغرف ايضا على هذا النمط، ما عندنا تريم. على ما اعتقد اصدقائي انه كل شيء صار واضح، واتمنى اني اعجبكم.